أحسن الله إليكم. هذا يقول يا شيخ صالح: أجد في نفسي ثقل وتثاقل في الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة، هل هذا دليل على أنني ضعيف الإيمان، وماذا وبماذا تنصحونني؟ هذا يدل على الكسل، ولا تستسلم للكسل وهوى نفسك، ألزم نفسك بالحضور لصلاة الجماعة، واستحضر ما فيها من الثواب، واستحضر ما فيها من العقوبة لمن تركها من غير عذر، فهذا مما يعينك على حضور صلاة الجماعة، وبالمداومة فإن الله يعينك على ذلك ويسهل عليك حضور صلاة الجماعة. نعم.